السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والمذاكرة، وزي ما احنا مع عضوكم احنا ما بنتكلمش في السياسة وما بنتكلمش في أي حاجة تافهة ولا بنرد على الحاجات التافهة، مركزين إن احنا نترجم أو نبسط العلوم. وربنا بيقول وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ونذير قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والخصوص لما حكموا مصر وكانوا بيقضوا على الحضارات ومصرين ان هم اللي كانوا بس اللي موجودين، اول ما خرجوا المصريين لقوا في طفره حضاريه حصلت، يعني مش رجعوا للحضاره اللي كانوا فيها، لا ده لا ان هم متفوقين في الحضاره، في حاجه اضيفت ليهم. اتاري كان في ناس عازلين نفسهم كانوا بيحافظوا على العلوم ويطوروا في العلوم ديت بحيث ان هم يقللوا الفجوه اللي حصلت بيننا وبين باقي الحضارات. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا ما تقعدش تشغل نفسك بالتفاهات، ما تقعدش تشغل نفسك باللي بيحصل وبيصادف فلانه وفلان وبتاع، سيبك من كل الحاجات دي وركز في ان انت تطور نفسك في المجال بتاعك. طيب خلينا ندخل في الموضوع، والموضوع فعلا هدفي منه ان انا الفت انتباه بعض الناس اللي بتذاكر لنقطه معينه هنشوفها مع بعض دلوقتي. صديق ليا وقريب مني دخل الاولى طب، وبعد كده مره واحده يعني مشتت ما بتشوفش اللي بتقعد عليها مش مركز. لنا واحد صاحبنا معاه في الكلية إن هو ما بيحضرش المحاضرات، طبعا يعني صديق لنا فلازم نتابعه معاه، فإيه يا إخوانا إيه اللي حصل بتاع، فعرفنا إن هو دماغه منشغلة بفكرة الإخوان صح ولا غلط والجامعات صح ولا غلط والحاجات السياسية صح ولا غلط والحاجات دي كلها. فرحت له البيت، وطبعا والده ووالدته عارفيني فقالوا يخشوا مكانه، أغلب الناس اللي بتيجي يقولوا له معلش خليه يركز. فدخلت بقول له السلام عليكم عامل ايه ازيك يا اخبار الكليه ايه؟ قال لي بص انا عايز اعرف إيه الاخوان ايه هم وبتاع. قلت له يا عم انا جاي اقعد معاك ماليش دعوه بالقصه دي، لا لازم اعرف. قلت له طيب اللي انا اعرفه جماعه الاخوان اساس حسن البنا سنه 1929، وقعدت وبديت اسمع ليه، قعدت اذكر المعلومات العاديه. فراح لا ده اللي بيقوله الكلام اللي بيحبوا الاخوه، انا عايز العكس. قلت له كويس خلينا نحلل الكلام اللي قلته كلام علمي. انا قلت لك انها جماعه استاذ حسن البنا، هل في حد بيقول ان اللي اسسها جون عبد الناصر؟ ما هو انا بكلام كلام محايد، يعني الكلام اللي في ويكيبيديا، لان انا لا منهم ولا عليهم، لا معاهم ولا ضدهم. بقول لك انها اسست 29، ما حدش قال انها اسست 2010، تمام؟ في اسماعيليه ما حدش قال انها اتعملت في اسيوط. فلقيت كده الكلام ما فيهوش. قلت له بص انا مش جاي اقول لك انضم ليهم ولا ما تنضمش ولا حاجه خالص، بس انا جاي الفت انتباهك لحاجه معينه، حاجه نفسيه، ودي بقى اللي انا عايز تركز منها. ساعات النفس او الشيطان او بيلاقي نفسه مستصعب المذاكره فيشغلك باي حاجه تانية، تمام؟ يشغلك بحاجات وانت تعتقد ان الحاجات دي الحاجات الصح، الحاجات اللي بتفيد احسن من المذاكره، بحيث ان انت ترضي ضميرك. انا مش هذاكر مش عشان انا مش قادر اذاكر، لا ده انا عشان في حاجه اهم من المذاكره. لا انت دورك ان انت تذاكر، انا موظف حاليا دوري ان انا اروح الشغل واشتغل والحاجات دي كلها. انت دورك طالب تطلب علم وتحاول تطور نفسك لما انت تبقى دكتور وتعالج الناس، ده اهم من اي حاجه تانيه. فقال لي اه، قلت له في ناس في واحد راح لدكتور نفساني وقال انا عندي شبهات في وجود الله وحاجات زي كده، والراجل قاعد معايا وجاوب على كل الشبهات، والراجل ايقن ان ربنا موجود والحمد لله اتحلت بعد كام جلسه. جاله تاني سنه في نفس الشهر ومع نفس الشبهات، فقال له قال استنى انت جاي امتى؟ ايام امتحانات، والسنه اللي فاتت جيت لايام امتحانات. انت ما عندكش تشتت، انت بتحاول تهرب من المذاكره بان انت تقعد تفكر في حاجه تانيه فلسفيه. ليه البرتقال لونها برتقاني؟ ولا اللون البرتقاني بتاخد عشان من البرتقال لونه برتقاني؟ تمام؟ فنخلي بالنا ان انت مطلوب منك ان انت تركز في حاجه انت بتعملها. انت ايه؟ طالب ركز في طلب العلم. انت ايه؟ مهندس ركز في الهندسه. انت ايه؟ دكتور ركز في حاجه. واي حاجه ثانيه عايز تعملها ما عنديش اعتراض ان الشخص ده ينضم او ما ينضمش او لا، انا عندي الاعتراض ان انت تنشغل عن الحاجه الاساسيه بتاعتك. تمام؟ انا لا قررت فيهم ولا حبيت فيهم. قلت له انا تركيزي والدك ووالدتك بيتعبوا عشان يوديكوا الكليه عشان تطلب علم عشان تتخرج تبقى دكتور. قدرت تعمل ده وعندك فضول من الوقت وتعمله بحيث ان انت ما تشتتش نفسك،
ما عنديش مشكله خالص. تمام، انا بالنسبه لي مش شايف ان هم هيديكوا لي حاجه خالص لو انضميت ليهم او ما انضمتش، مش هيديكوا لي حاجه، بالعكس هي في مشاكل، اي غلط تحصل حاجه فيهم هبقى انا متحملها. وانا يعني هيقولوا صلي انا بصلي، صوم انا بصوم، مش شايف ان هم هيضيفوا لي حاجه، فعشان كده مش شاغل نفسي بيهم، مش هقدر اعرف عنهم تفاصيل وحاجات زي كده. فهي فكره الشاهد من الموضوع التركيز، تركيز تركيز، وبالذات وانت بتذاكر حاول قدر الامكان تذاكر في مكان ما فيهوش مشتتات، ما فيهوش تلفزيون، ما فيهوش فاصة تقول الله فاصة وتقعد تلعب فيها، ركز في المذاكرة. وعايز بعد كده تعمل نشاط، اعمل نشاط بعد ما خلص المذاكرة. خلصت المذاكرة وعندك بتحب تلعب بينج بونج العب، بتحب تعمل حاجة، عايز تعمل نشاط سياسي اعمل، تمام، المهم يكون في النور. عايز تعمل اي حاجة ما عنديش اعتراض، غير ان انت تنسى الهدف الرئيسي وتخليك في اهداف فرعية تشتتك وما تخليكش تحقق الهدف بتاعك اللي ده مطلوب منك. ان انت مطلوب منك مثلا تصلي ال5 صلوات الفرض، تسيبهم وتقعد تصلي في السنه وتقعد تدور حاجات، ركز في الحاجه الاساسيه بتاعتك. ولو كل واحد ركز في الحاجه اللي هو مطلوبه منه، تمام، اول حاجه كل شغلنا هيبقى نضيف، كل شغلنا هيبقى بجوده عاليه، سمعتنا كمصريين وعرب ومسلمين هتبقى كويسه بين الامم، الناس تفهم تطلع في التلفزيون مش هيلاقوا حد يتابعهم فيختفوا لوحدهم، وهكذا. وربنا ييسر الله.